مجلس النواب بيناقش فيه دور الانعقاد الثالث مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، بيتضمن عدة مواد عن مسألة شروط تعدد الزوجات، من بينها مثلا ضرورة حصول الزوج على إذن قضائي واختار الزوجة الأولى في حال رغبته في الزواج مرة تانية. ومشروع القانون كمان بيلزم الزوج الراغب في الزواج الثاني بأنه يخطر المرأة اللي هيتزوجها أنه لديه زوجة أو زوجات أخريات. خلونا نعرف أكتر تفاصيل عن هذا القانون من المستشار القانوني أحمد فوزي. مساء الخير على حضرتك، المحامي بالنقد. عايز أسأل حضرتك عن الوضع في قانون الأحوال الشخصية الحالي، وإيه المواد المطروحة للتعديل ومدى توافقها مع الدستور؟ مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بك. شوفي حضرتك، النهاردة قانون الأحوال الشخصية ما زال تحت المراجعة، وما زال لم يصدر به إلى الآن قانون، يعني ممكن يتغير في أي لحظة. بالنسبة للمشروع الخاص بتعدد الزوجات، أنا أرى من وجهة نظري أنه هيبقى فيه عوار تشريعي في النقطة دي، لأن الدستور النهاردة ملوش سند قانوني. يعني حضرتك تقصد ساعة المستشار؟ تمام يا فندم. ليه؟ لأن هو أصلا الشريعة الإسلامية في هنا ما بتفرضش عليه على الزوج ان هو لازم ياخد اذن. عايزين نفرق ما بين انك تخطر الزوج تاخد اذن. هنا الماده او المشروع المقدم بيتكلم عن ان الزوج لازم يخطر. في حاجه عندنا اسمها قاضي الامور الوقتيه، يقدم طلب لقاضي الامور الوقتيه. المشروع اللي بيقول كده، يقدم طلب لقاضي الامور الوقتيه، وقاضي الامور الوقتيه تمام يستدعي يعلن الزوجه اللي هي الزوجه الاولى تمام انها تيجي. احنا عندنا الحته دي حضرتك يا استاذه هدير هتقابل مشكله كبيره جدا بقى في اليات التنفيذ. هو القانون سهل ان احنا نطلع قانون، ولكن كيف نضع اليات لتنفيذ هذا القانون، ده اللي مش صعب جدا. يعني القانون بيقول ايه؟ انه علينا ان احنا نخطر الزوجه ونعلنها. هو الهدف من التعديل يا فندم انها تعرف انه هيتجوز تاني، ولا انها توافق او ترفض؟ يعني الفكره في مساله انه يكون ليها. برافو على حضرتك. اللي حضرتك بتقول ليه ده، لو هو كان قاص بانها من حقها تعرف، ده حقها قانونا وشرعا ودستورا وكل شيء، من حقها تعرف. لكن طيب لو اللي بيحصل انه احيانا بيتجوز من غير ما هي تعرف، ويمكن احيانا كمان الزوجه الثانيه ما بتبقاش عارفه انها زوجه ثانيه. صحيح صحيح، ده بيحصل كتير جدا. طيب بس خلينا نتفق زي ما حضرتك قلتي، هو ايه الهدف؟ ان احنا نعرفها انك انت ليكي حق الاعتراض، ولا انك تعلمي؟ هي ملهاش حق انها توافق او ترفض زي ما المشروع، يعني المشروع بيقول كده، مشروع مقدم بيقول، النص بيقول 15 و16 على ما اتذكر في المشروع، الماده 15 والماده 16 بتتكلم في انك ان لازم القاضي يجيبها وياخد موافقتها. ده 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 هيبقى من وجهه نظري انا، يمكن الغرض من الموضوع هو حفظ الحقوق في حاله الزواج الثاني مثلا. على فكره القانون الحالي بيحفظ هذه الحقوق. هل تعلمي الشخصيه الحالي يحفظ حقوق الزوجه؟ يعني هل حضرتك تعلمي ان قانون الاحوال الشخصيه الحالي اذا علمت الزوجه بانها ان زوجها متزوج من اخرى، ليها خلال سنه من تاريخ علمها انها ترفع دعوه تطليق للضرر وتاخد كل حقوقها. فانك انت بقى تطلبي هنا بقانون التعديل الجديد، طب ايه اللي مطلوب في القانون ده؟ انك تاخدي اذن الزوجه، ده هيبقى انا من وجهه نظري هيبقى في شيء من المخالفه الشرعيه، لان انا مش المفروض لا زوج. شرعيه الاذن، يعني حضرتك شايف فرق شرعيه الاذن ده هيكون ملوش سند قانوني. واليه كمان التنفيذ يا استاذه هدير هتبقى صعبه جدا. يعني هو بيقول ايه في الماده؟ بيقول ان عليه انه يختارها تمام باعلان، ويبعت لها اعلان يقول لها لو ما جاتش او رفضت استلام الاعلان ده موافقه ضمنيه. طب ما هنا على فكره احنا ممكن عندنا، خلينا بقى يعني ما دام بنشرع ما نحطش راسنا في التراب ونقول الحقائق والمشاكل اللي عندنا من بعض المحضرين في التنفيذ سواء الاعلانات. ما هو ممكن يحصل تلاعب في الاعلان. وده وارد، وارد يحصل تلاعب في الاعلان. طيب النهارده لو الاعلان، لو المحضر كتب انه انتقل الى الزوجه وما وجدهاش والاعلان مغلق، طب ما الاعلان كده تم قانونا. ف
فأنا وجهة نظري إن شخصيا قانون الأحوال الشخصية قانون غني جدا يعني، الحالي الحالي كويس جدا على فكرة. هو محتاج، عارف حضرتك إيه؟ محتاج آلية تنفيذ لكل النقاط اللي فيها مشاكل. احنا عندنا مشكلة دلوقتي، قانون الأحوال الشخصية دلوقتي عامل زي ماتش ما بين زوج وزوجة. لا، أنا عايز المشرع وهو بيشرع القانون الأحوال الشخصية يبص للمصلحة الفضلة للصغير وليس للزوج والزوجة. للأسرة. للأسرة المصرية اللي أهم حد فيها صغير، ويبدأ يشرع. احنا النهاردة لو دخلنا في قصة الإذن هنعمل، أنا تصوري هنعمل مشكلة ملهاش أصلا لازمة، والقانون القديم بيناقش الموضوع ده، وإن من حق الزوجة ترفع دعوى تطليق وتاخد كل حقوقها على فكرة. من حقوق الزوجة عند الطلاق 3 حقوق: عدة ومتعة ومؤخر. والقانون بيديهولها دلوقتي لو رفعت دعوى بالزوجة أخرى بيفترض. هناك برضو الكثير اللي بيتحايل على القانون، ويمكن التنفيذ ما بيبقاش بالسرعة المطلوبة لتحفظ الحقوق. ويعني هناك جدل كثير مثار على قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية. على أي حال أنا بشكرك شكرا جزيلا سعادة المستشار أحمد فوزي المحامي بالنقد على وجودك معنا.